انتوا تعرفوا انه المسيحيين في مصر كان اول اسم ليهم اسمهم ايه؟ مين مش انت اللي بتقولي؟ كان اسمهم اليعاقبة نسبة الى يعقوب. لما التلاميذ بعد حلول الروح القدس عملوا قرعة ما بينهم كل واحد يروح فين، فجت قرعة يعقوب انه يروح يبشر في مصر، فراح بشر، واول جالية المسيحيين اول حاجة في مصر دعيوا اليعاقبة. اللي انا بقى مش عارفه يعني، بس ما كانش عندي وقت ابص عليه، طب ماري مرقس راح امتى؟ هل راح قبل يعقوب ولا راح بعد يعقوب؟ فانا اوعدكم المره الجايه اجيب لكم الرد ده. لكن من بعد يوم 50 على طول كانت قرعه اللي يروح مصر كان يعقوب. وحقيقي الكلام دلوقتي مصر كان فيها اكبر جاليه يهوديه بره اورشليم، يقال في الوقت دوت كان فيهم اكتر من 1,000,000 متمركزين في اسكندريه. اسكندريه كانت 5 أحياء، هم كانوا واخدين حيين منها. عشان كده بردك التاريخ يقول ان اسرع انتشار للمسيحيه كان في مصر بسبب الديانه الفرعونيه مهيئه الانسان للبعث والخلود، الحياه الاخرى. كان في المعابد عندهم المغسل زي المعمودية، كان عندهم كهنة، كان عندهم الآلهة، جي مينا موحد القطرين وأخناتون الإله الواحد، ما ينفعش في أكيد في إله واحد. فكان الشعب العادي متهيئ، زود عليهم 2/3 اسكندرية يهود، فأسرع بلد انتشرت فيها المسيحية كانت هي مصر. طيب نكمل سفر الأعمال، بس مقدمة تاني. سفر الأعمال ده لا يقل أهمية من الأناجيل، بالذات لأنه اتكلم على فترة زي ما حكيت المرة اللي فاتت، الكنيسة بعد صعود المسيح ما كانش ليها أي هوية، لا عارفين يصلوا إيه، لا عارفين يروحوا يصلوا فين، إيه الطقس. حتى القداس بردك من ضمن القداسات الأولى خالص قداس القديس يعقوب، وكان اسمه قداس الرب، وكان قداس الرب ده هو مجرد التقديس. طبعا موضوع الليتورجي ده موضوع كبير جدا جدا جدا. طيب فإحنا كنا وقفنا العدد 14 صح؟ الصح الأول عدد 14. احنا هنقرا بسرعه لانها قصص حلوه، ولكن يعني هتدينا فكره كويسه قوي قوي. واكتر حاجه انا بحبها في سفر الاعمال ان بتخلينا نطمن ان الايمان اللي احنا فيه النهارده هو فعلا ايمان الرسل، مفيش فرق خالص. طيب I think ان احنا كنا وقفنا عن عدد 14، حقرا من 12 عشان نكمل. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم، على صفر سبت. عرفنا صفر سبت يعني إيه؟ اللي هي الفترة المسموح فيها اليهود إنهم يتحركوا، هي حوالي كيلو. طبعا هنا في حتة يعني أنا بيرسونالي برده أنا بكلم مع ناس فيها يعني مش واضحة قوي، يبدو إنه الصعود كان يوم، من الكلام ده الصعود كان يوم ايه؟ كان يوم سبت، لانه على صفر سبت. هنا بردك عارف، واخد بالك يا انتوني؟ لو somebody knows يساعد، انا مش عارف لسه بدور عليها، بس بردك الوقت ما سعفني. طيب احنا الصعود هم بردك اللي قال انه بعد 40 يوم مين؟ هو القديس لوق. طب لو 40 يوم من الحد بتيجي الخميس زي ما احنا بنحتفل، ليه قال على صفر سبت؟ ما هو مسيرة، لا مش مسيرة يوم، لا لا، الفترة المسموح فيها يتحركوا في يوم سبت،
هي لا تتعدى عن 1 كيلو متر. واضح من سفر الأعمال أن الصعود كان يوم سبت، ولكن هو برضك قال أنه كان يوم حد. أنا مش عارف لسه، بس أنا بحب أقول كل حاجة اللي قريته، بس برضك دي من الحاجات اللي أنا يعني أوعدكم المرة الجاية نشوف. طب ليه أنا بقول كده؟ مش أقصد لخبطكم، عارفين أنا أقصد إيه؟ إن لما أقرأ الإنجيل أخده بجد، وأقف عند كل كلمة وأشوفها رايحة فين وجاية منين، لأن لو عملنا كده هيصطادنا الإنجيل، وهنبقى فعلا ناس بتوع إنجيل بيحب الإنجيل. مفيش واحد بيدور إلا وبيلقى. فإيه ده اللي أنا قصدي أعمله؟ إن ما خليكم تصحصحوا لكل آية، ما تفوتوش آية. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويعقوب، يوحنا واندراوس، فيلبس، توما، بارسليماوس، متى، يعقوب ابن حلفة، سمعان الغيور، يهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. مين إخواته دول؟ أوكي، هنا بردك الكلام في كذا حاجة. نمرة واحد، بيقولوا إنه دول أولاد يوسف النجار، لأنه ده الراجل كان كبير وكان متزوج ومراته ماتت وأرمى، فكان عنده ولد اسمه يعقوب، ولد اسمه يهوذا، ولد اسمه يوسي أو يوسف. هم دول بقى أخوات الرب، يهوذا ويعقوب، دول اللي كتبوا الرسائل. مش تعرفوا في رسالة يهوذا ورسالة يعقوب؟ هم دول إخواته. طب دول كانوا من التلاميذ ولا من الرسل؟ لا من ده ولا من ده، لكن لقيناهم في العلية. ليه؟ لأنهم أمنوا بعد القيامة وانضموا للتلاميذ ومع مريم أم يسوع ومع إخواته. كل كلمة ليها كلام، بس إحنا نقرأ بسرعة، نفسي ناخد القصة. في تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120. إيه اللي حصل بقى بطرس الرسول؟ إيه اللي خلاه ياخد الرئاسة بسرعة كده؟ إحنا آخر كلمة سمعناها عن بطرس وهو بينكر المسيح وبكى بكاء مر، وكان إيه اللي حصل؟ مقابلته للمسيح، أتحبني؟ إيه؟ ارعى غنمي. وأكتر حاجة، ومتى رجعت؟ إيه؟ ثبت إخواتك. فحس بطرس بالمسؤولية دي. أنا اللي بيعجبني أوي بقى في القيامة، هتكلم عن الموضوع ده يوم حد، إزاي المسيح قدر يغير قلب التلاميذ. يعني أنا واحد زي بطرس ده، يعني يهوذا أنكر المسيح، ما قدرش يبص في وشه، راح خنق نفسه. إيه اللي سنة بطرس؟ وإزاي بطرس عرف يبشر بالمسيح؟ يعني أنا لو غلطت فيك يا جيمس ما بقاش عاوز أبص، ما أنا غلطت فيك مكسوف منك. المسيح اللي اتغلط فيه إمكانيات القيامة إنه نساه الغلط وشجعه. نفسنا في كده. يعني ده الموضوع ده بقولك في شغل بالي هتكلم فيه من حد. إحنا لما بنغلط في بعض نأنب بعض لغاية ما نموت بعض، لكن المسيح رفع قوي قوي من نفسية بطرس، السامرية، المجدلية، بولس الرسول. بولس الرسول ده مثلا بشر ازاي؟ ده موت له مين؟ استفانوس؟ لا، ده كتير ده أتلف وكان بإفراط مفتري. طب ازاي قدر يقبل؟ انا بقول لك احنا بنغلط بعض في كلمة مش قادرين ننساها، وكل ما نشوفه أأن فيه واجب له فيه. دي القيامة اللي هي بكل بساطة، أنا يعني مثلا إيه، أنا غلطت فيك، عاوز أنسى، عاوز أتولد جديد إنسان تاني، أنا وإنت، لا أنت تفتكر لي وأنا أفتكر. هذه القيامة من ناحية عملية خالص. لا، ما هو قبله كلمه، وفي الآخر قال له اتبعني، والتلميذ قال ماله. المهم، فآدي بس حتة بسرعة. في تلك الأيام قام بطرس، اطمن لمحبة المسيح، أدرك الإرسالية اللي عليه.
في وسط، وكان عدة أسماء معا نحو 120. طيب هنا برضك أنا هصحصحكم اللي عاوز يصحى. طب إحنا في القيامة قلنا ظهر لكام واحد مرة؟ لا ها؟ لا لا مين اللي قال 500؟ أكثرهم باق إلى الآن. طب هنا بيقولك 120، رد بقى فالحين. والخمسمائة ماتوا في أسبوع، حرام عليك يا شيخ. لا لا لا، قول يا أنتوني، you understand the question. في الـ resurrection سان بول قال إنه بعد الـ resurrection he appeared to 500 of them, most of them are alive till now. وبعدين هنا في سفر الأعمال قال إنه المؤمنين في أورشليم كانوا عددهم كام؟ 120. ها؟ لا ما تلخبطوش بقى. هو الخمسمية اللي اتكتب عليهم دول كانوا فين؟ لما قال اذهبوا إلى الجليل هنا، لا فدول الخمسمية دول كانوا في الجليل، المية وعشرين دول كانوا فين؟ أورشليم بس. ما لكن أنا عاوز الذهن ينتبه ويدور. أنا لما روحت دورت شمال في مين لقيتها، اطمنت تميك سنس. الخمسمية دول والمسيح كان ليه مجموعتين من التلاميذ، مجموعة في أورشليم ومجموعة في الجليل اللي اختار منهم السبعين دول اللي كانوا دول من بلاد. طيب وكان عدة أسماء معا نحو 120. فقال أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس وقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. اللي يقول لي احنا بنقرأ الجزء ده امتى في أسبوع الألام ياخد 10 سنت بس من سهل. ها؟ خميس العهد. ما أنا قلت 10 سنت مش هنضيع الفلوس ببلاش. بنقرأ ايه؟ اسمه الإبراكسون، ده اللي يقعد أرساني واللي حواليه يقولوا فيه بياخد له ايه؟ 40 دقيقة. تلت ساعة؟ خليها تلت ساعة. انت بتعد علينا ولا ايه؟ طيب هنا بقى سؤال، ايه اللي خلى بطرس الرسول يهتم قوي قوي بموضوع انه يجيب واحد بدل يهوذا؟ أدرك بطرس الرسول إن المشكلة مش في يهوذا. هنا من كلام الجميل قوي قال إن المشكلة إنه حيبقى فيه سبط من الأسباط ملهوش كرسي في السماء. ما برافو عليك، ابتديت من حق. هو كده يعني زي مثلا إيه تردوا انتوا مثلا في الايه في الكونجرس ما يبقى لكمش ريبريزنتيف، ما ينفعش الكونجرس، ما ينفعش، لازم كاليفورنيا يبقى لها ريبريزنتيف في الكونجرس. امال ايه؟ امال حقوقنا ناخدها ازاي؟ فبطرس الرسول ادرك ان هم لازم يبقوا 12 علشان ده ليه كرسي وليه بيمثل صفت من الاسباط، وبعدين ده هيدينه الاسباط، وبعدين دي أدرك كل ده بالروح، فقال لك على طول لازم نجيب واحد. العجيب قوي إن إحنا بنقرأ الكلام ده في يوم خميس العهد، هو مش معاده، هو معاده إمتى؟ أهو بعد الصعود على طول. لكن ليه بنقرأ في خميس العهد؟ علشان خاطر الله ما يعني يسامح. فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. فتح ذهنه بطرس بقى ايه على داود والمزامير ويؤيل النبي، زي ما ده كان أمي جليلي يعني ما عندوش حاجة خالص. فتح ذهنه في الأربعين يوم دول بشكل رائع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. مين اللي اقتنى حقلا؟
هو يهوذا اشترى حاجة؟ لا هو ما اشتراش، هو لما الكهنة راحوا اشتروا، بس اتلزقت فيه بقى خلاص. وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط. حد فاهم دي؟ هو احنا التقليد بيقول ان هو مضى وايه وشق. طب ايه حكاية سقط على وجهه وانشق من الوسط وانسكبت احشاؤه كلها؟ عارفه يا دكتور آية؟ هو صورة يعني في منتهى الوحاشة، يعني صعب عليا ان انا امثلها لكم، لكن انا يعني لاول مرة السنة دي، وانا بعدين طلعت بسرعة بصيت. هو لما شنق نفسه النط سناب، فراحت ايه فتحة وتوقع على راسه وطلع، مش بس مشنوق واقف، لا ده العودة سناب فتقلب وشطرته، منظر في منتهى. بتضحك ليه؟ حاجة صعبة خالص. وبعدين خلي بالك الكلام ده كان بقاله قد ايه وبطرس بيتكلم؟ 40 يوم. الناس كلها شافت، تفتكروش احداث المسيح دي درجت البلد كلها. هنا بقى حتة ايه تاني برضك يا اخواتنا، نفسي نوصل للدرجة ان احنا نفوتش كلمة. وسقط على وجهه. طب سقط ازاي؟ ده مشنوق، المفروض يبقى متعلم، لكن سناب البتاع راح شرخته في النص وانشق من الوسط. واحد علق من الاباء قال يعني الموتى اللي ماتها دي متعلق ما بين السماء والارض، السماء بتشهد عليه والارض بتشهد عليه. وبعدين هو كم واحد مات الموتى دي؟ لا حد اللي هيقول قول يا انتون، انا عارف، هات لي واحد من العهد القديمين. استني بس يا اختي استني، الله اسمك ايه؟ قول. مين مش سامع؟ لا هيرودس، لا ده داود. لا في انا مين اللي مات متعلق ما بين السماء والارض؟ هما اتنين. قول لي انت يا بنت، انت بنت رافض. ابشالوم، ابشالوم. ومين تاني؟ لا سمعت الأخي، أخي توفر رفض مشهور، في توافق ما بينهم رهيب، بس مش وقته بقى نحن. طيب عدد 19، لا إن شاء الله هنخلص سفر الأعمال ده على مجيء المسيح الثاني إن شاء الله. أنت نايمة زهقانين مبسوطين؟ حكاوي. طيب عارفين مين أبشالوم ده؟ عارفين مين أخي توفل؟ طيب يبقى أنا السنة الجاية إن شاء الله معنا لو أحكي كل قصة إن شاء الله مش هنخلص. طيب مش بتسمعي في القداس يقول بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي توفل؟ طيب بعدين بقى بنحكيها بعدين. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، أي حقل دم، لأنه مكتوب في المزامير لتصر داره خرابة. يا سلام يا بطرس الرسول، جبتها منين؟ إيه اللي فكرك بيها النهاردة؟ طبقت ده على ده إزاي؟ يقول لك إيه، ربنا فتح عليه. فعلا الروح القدس فتح عليه. هي الحتة دي اللي هنشوفها. ده بطرس بسيط عامي في الكلام، ما نووي يدرك المزامير. ده أنا أي واحد منكم بيقرأ المزمور ده ما يعرفش رباطه النهاردة. لأنه مكتوب لتصر داره خرابة، وتلقى في اللحن يقولك إيه، يقولها 3 مرات، لتصر داره خرابة ولا يكون فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. هو مسك في دي قالك بس لازم نجيب واحد تاني. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج، هيبتدي يحط الكريتيريا، ايه اصول اختيار التلميذ بقى؟
ده عاوزينه. بص المواصفات، يبقى حضر من معمودية يوحنا، من أول ما شاف المسيح بيتعمد لازم يبقى واحد. إذن أثبت إلا ده كان فيه ناس كتير أوي متابعة المسيح إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا. يبقى شاف من معمودية المسيح في الأردن على يد يوحنا لغاية الصعود، حضر كل المواقف، يصير واحدا منهم شاهدا معنا بقيامته. فأقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى بارسابة الملقب يسطس، ومتياس. يقال إنه الاثنين دول من 70 رسول، يقال كده. طيب أولا بردك عاوز ألمح لحاجة، هما ما عالهوش قرعة أي كلام، ده جابوا أحسن اثنين، هما بصوا بإدراكهم الروحي ده ينفع أحسن من فيهم وده، ومش عارفين بقى نختار. أنا بس بعلق ساعات القرعة، لا مش أي كلام. وبعدين زي واحد، لا لا نمر واحد، فكر بمخك، فكر بقلبك بروحك، بلاش لما تبقى حاجة الاثنين زي بعض تمام بنلجأ له. وصلوا قائلين أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أي اخترته. طبعا كان لازم بردك يلجأوا ليه دي ليه، عشان ما يحسوش زي ليه أيا أنت اخترته. لسه فيولا قالت إيه، المسيح للمجد صام طول الليل وصلى وبعدين إيه اختار تلاميذ. فكانوا بطرس الرسول عاوز يحس إن المسيح هو اللي اختار، زي ما اختاره هو بطرس، زي ما اختار الاثناشر يختار. ده كلمة جميلة، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته. إدراكوا إنه المسيح قاعد وحيختار، لغاية النهاردة الإدراك ده موجود عندنا. ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها ليهوذا ليذهب إلى مكان، ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب من الأحد عشر رسولا. إصحاح التاني. ولما حضر يوم الخمسين، تاني كل الحاجات اللي راسخ في الكنيسة، الصعوب بعد 40 يوم وحلو روح في الخمسين، دي جايبينها من مين؟ من القديس لوقا، ما حدش من الأناجيل كتب عنها. وزي ما قلت قبل كده إنه كان إنجيل لوقا وسفر الأعمال ده كتاب واحد، بس فصلوه وحطوه في مكانه المظبوط تمام ما بين الأناجيل وما بين الرسائل كوصلة. الكلام ده اتحط في مجمع نقيا. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء. أول حاجة إيه يوم الخمسين ده عند اليهود؟ خمسين منين؟ من عيد إيه؟ ملناش دعوة، أنا بنتكلم في اليهود دلوقت. يبقى خمسين من عيد الإيه؟ الفصل. أنتوا تعرفوا إنه الشريعة زمان في ثلاث أعياد كبيرة لازم يجوا كل الرجالة القادرين من كل أنحاء العالم يعيد، اللي هو عيد الفصح وعيد إيه؟ الخمسين. أغلب الظن إنه كانوا بيجوا من كل أنحاء العالم زي ما هنشوف دلوقتي، وبعدين بيقعدوا في الفترة دي ما بين الفصح. حد عمره راح مثلا ميت دمسيس الموالد فاكر، ويقعدوا ويباتوا، ها ده كان زي الموالد بتاعة مصر دي بالظبط. يجوا حجاج، حجاج جايين معاهم فلوس، وطبعا أي حاج، حاج يعني عيد، كلمة حاج يعني عيد، حاج بالعبري يعني عيد. النهاردة يقول الحاج مصطفى عشان راح، لا قبل مصطفى وقبل الكعبة بتاعتهم دي، الحاج كلمة حاج يعني عيد. والمعيدين وتسمع عليها في المزامير، كنا نصعد إيه المزامير المصاعد اللي بيصعد، فكانوا ييجوا وخيرين. وكون إن واحد يسافر مثلا من بنطس ولا من غلاطيا ولا من روما مشوار وبيكلفه فلوس، إيه اللي جابه؟ محبته حنينه للهيكل. وتسمع كتير أو في المزامير على إيه الاشتياق الناس للهيكل.
ويجوا. فكان شعب اليهود القاعدين هم كانوا فقراء فعلا، كانوا بيفرحوا قوي بالموسم ده. ليه؟ أولا بيحنوا عليهم، وبعدين كانوا يفتح لهم بيوتهم ويسكنوا فيها. كانوا بيجوا بالمليونز في يقعدوا، وكانت من ضمن العجائب اللي في الدنيا ازاي اورشليم بتستوعب الملايين دول، لانه كانوا اليهود زي انا بالظبط، بتفكرني بزي ميت دمسيس دي، بس العضله في درونكا متحضره شويه. ميت دمسيس ده قاريه بروح، والناموس يهرينا الله يسامح وتقعد في حته والبتاع نايمه فوقيك المنظر نفس الحكايه. كويس ان احنا شفنا الحاجه. خلاص فين احنا وصلنا لغايه فين؟ وصار بغته من السماء صوت كما احنا كنا بنتكلم في الخمسين. الخمسين عند اليهود كان احتفال باستلام الشريعة، استلام موسى للشريعة. فكان بيفكرهم طبعا اللي هنا الترابط بديع خالص، هم استلموا الشريعة ازاي؟ موسى مش كانت فيه الجبل مضطرم بالنار والسحاب وصوت رعد حتى استعفى الناس انه يقربوا؟ هنا بقى التطابق في نفس اليوم جات الموقف. عشان صار بقى بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصف، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. هنا بقى الحتة دي برضه لما الروح القدس حل كانوا عاملين ايه التلاميذ؟ قاعدين. هنا بقى إمكانيات الروح القدس، أنا بحب الكلمة دي ليه؟ إنه ممكن وأنت ماشي، ممكن وأنت نايم، ممكن وأنت قاعد، مش لازم وأنت عابد وساجد، لا، الروح يصطادك في أي وقت. حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، الـ 12 ككيان للكنيسة، كمعمودية، كميلاد جديد. وامتلأ الجميع، كلام كله على الـ 12، من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. كان المنظر بقى يعني آية في وسط الملايين اللي جايين. زي ما كان كل المفردات دي، هبوب صوت ريح عاصف نار، نفس المناظر اللي نزلت بيها الشريعة في العهد القديم. فكان إعلان إن دي حاجة إلهية، حاجة من السماء. إيه هم؟ هم ما يعرفوش، التلاميذ كانوا عارفين موعد. أكمل بقى عشان. وكان يهود رجال أتقياء، الحجاج دول كانوا بيسموهم أتقياء لأنهم فعلا جايين فرحانين، مش شوائين، أتقياء. زي ايه مثلا؟ واحد في مصر يقول له ده احنا عايشين في امريكا، وامريكا دي فيها ناس عدله، ده احنا بنسمع لما ينزل لهم واحد كده طقي يقول ده اتقياء الناس دول. من كل امه تحت السماء طبعا، بس ايه كل امه مدينه، يعني مثلا تقول لي هم طب الصين كانوا موجودين، بس ما كانش ليهم كيان في العالم. هتشوف الناس اللي كان اللي ليهم حضاره وليهم ذهن، كان في يعني الهنود الحمر دول ما كانوش موجودين، كان بس ما كانوش ليهم اي انبوت في العالم. اسمع بقى، عد معايا كده. لا احنا فين؟ من كل امه ساكنين في اورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لان كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغة. أورشليم دي صغيرة، انتوا عارفين أورشليم مثلا حجمها قد ايه؟ اقولك، حد عمره راح أورانج كاونتي كنيسة بتاعت الملاك ميخائيل؟ مش قبلها في اسمه ايه؟ 1 مايل سكوير بارك. أورشليم كده 1 مايل سكوير، يعني في بارك جنب كنيسة الملاك ميل في ميل مربع، ادي اورشليم. ايه
لا ميل ميل مربع، ميل مربع يعني طولها ميل عرضها ميل. عاوز تمشي هتلف حولها هتمشي 4 ميل. ادي ادي القدس، ادي اورشليم. فاللي حصل لما حصل الصوت ده، انا ليه بقول لك بالبارك؟ لان انا رحت البارك وكل الناس وتمشي وانت واقف تشوف. لما الناس سمعت الصوت ده وهم في الهيكل، الصوت ده جاي منين؟ ده جاي من شقه. انا عاوز تحس، والشقه دي فين؟ دي في حاره اورشليم. ده يعني اللي راح ميت دمسيس، القدس القديمه زمان مش هتختلف عن كده، حواري ضيقه، طيب بيت لحم. فلما الناس سمعت الصوت والبلد كلها كله جري على الحاره اللي فيها الصوت ده. 2 مليون واحد تقريبا جريوا في حاره عشان يسمعوا الكلام ده. فلما سار هذا الصوت اجتمع الجمهور. طب واحد يسألني، معلش برضه عشان أبقى بديكم كل عام، هل أنا بتخيل؟ لا، الحقيقة في واحد كان معاصر اسمه يوسيفوس مؤرخ، كان حاصر وحاضر وكتب الحاجات دي بالتفصيل، فيحسسك بالإنجيل عايشك بيه. ولما نروح على مصر كان في واحد تاني اسمه فيلو، لما نجيله. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. منظر في منتهى الاندهاش يعني. فبهتوا، لسه بقول الكلمة، وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض، أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ أصل الجليليين، عارف لما تجيب واحد من تكساس مثلا يكلم اللهجة بتاعته معروف، جليليين دول كده بصت خالص، صيادين ما عرفوش حاجة، ما عندهمش أصلا مدرسة تعلم حاجة، عندهم مجمع ما لهوش صفة. أليس هؤلاء الرجال جميعهم جليليين؟ فاكرين الجليل ده لما فيلبس قال أمن الجليل، من الناصرة، من الناصرة اسمها ناصرة الجليل، ممكن يطلع حاجة عدلة من الحتة دي؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ عد بقى معايا، فرتيون وماديون، علاميون وساكنون ما بين النهرين، يهودية، كابادوكيا، بونتوس، آسيا، فريجية، بنفلية، مصر، نواحي ليبيا، القيروان، الرومان، المستوطنين، يهود ودخلاء، كريتون، كريت، عرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم. دول كام؟ 15 جنس، كل اللغات اللي كانت متمدينة في الوقت ده. طبعا عشان أقول لك كل واحد من دول موجود على التاريخ وموجود، والبلد دي كان فيها مين ومين أول واحد بشر فيها، كل الكلام ده تاريخ بديع جدا، كاتب واحد اسمه يوسابيوس القيصري، ده اسمه أبو التاريخ المسيحي. المهم، فتحير الجميع. طبعا الموهبة ايه؟ لسان مش ود، يعني مش الموهبة انك انت، انا بتكلم عربي وانت بتسمعني انجليزي، نو no. انت انا اللي بتكلم لغة غير بتاعتي، خلي بالك لان في هنا هنيجي هتبقى كونفيوز، يعني انا بتكلم اللغة بتاعتك. طب هل هنا بقى السؤال التريكي، لو واحد مصحص، هل بطرس كان بيتكلم الخمستاشر لغة؟ هو كل واحد كان، لا بس حاجة على حتة تانية، كان كل واحد من الاثناشر بيتكلم وكل واحد سمعه بلغته. هل التلميذ اللي يتكلم ده عمره سمع عن اللغة دي ولا عمره يسمع؟ وكان بيتكلم قال لك ايه؟ بنفس اللهجة اللي قال لك اللي احنا اتولدنا فيها. يعني انا ما اتكلم انجليزي اي واحد هيقول لي عندك اكسنت، لا ده ما عندوش اكسنت. ما جاي الكلام، واحد صح الحمد لله، واحد صح الحمد لله. انا احب الاسئله المحرجه دي، ولو مش عارف هقول لك مش عارف، بس انا هقول لك اللي حصل. لغايه دلوقتي كانوا بيتكلموا، وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا
بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا سلافة، يعني سكر. كويس؟ بطرس الرسول اتضايق أو بقى من الكلمة دي، فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته، وقف كلهم بقى، وقال لهم: أيها الرجال اليهود الساكنون في أورشليم أجمعون. هنا مين بيتكلم؟ واحد بس كلهم سمعوا بقى. هنا بقى دي معجزة تانية لوحده كده، هو كله فيه واضح خالص الفرق. فوقف بطرس مع الأحد عشر. الوقت انت نسيتين ليه بطلت تزعقي؟ ورفع صوته وقال: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون. اللي أنا قلته ده اتقال إن هو كان بيكلم الجميع وكله سمع، لكن في رأي تاني اتقال إنه كان بيكلم اليهود بس، والأحد عشر اللي كانوا واقفين جنبه كانوا بيكلموا، مش بيترجموا، بيتكلموا لغة. لا مش ترجمة، الترجمة دي موهبة تاني، بيتكلم كل واحد لغة لا هو عارفها، بس في واحد قاعد عارفها يقول دي لغتي، دي لغة بلدي، انت ايش عرفك بيها؟ لكن لما بطرس ابتدى كان بيكلم اليهود اللي جم وتبلوا على المسيحيين دول سكارة. ليه؟ لانه الاتنين مليون اللي جايين من بره، انا متخيل الموقف ده، كان مين في الهيكل؟ حنان وقياف رئيس الكهنة، زي انا واقف بكلم ايه، قال لكم طلعوكم تجروا ورا، هتغاص. مين الواقف بر؟ واحد بيكلم كلام حلو، الراجل ده بكاش، الراجل ما انا متغاص، انتوا سبتوني ومشيت، انا بديها لكم بس عشان تحسوا. اتغاظوا جدا، سابوا لهم الهيكل والبتاع، ما نفس الحركه اللي مع المسيح، فاكرين قيافه له ايه؟ هو ذا العالم كله قد مش وراه، انظروا انكم لا تنفعون شيئا. وبعدين ده مجد الامه حيروح، ده الفلوس اللي داخله هتروح، هياخدوها الجماعه دول، دول ناس سكرانين، سيبك منهم دول، اوعى تمشي وراه. فابتدى بطرس يكلم الجماعه دول معايا، انجيل جميل حلو. فوقف بطرس ورفع صوته وقال: ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون. فبيكلم مين خالص؟ يهود وساكنين في اورشليم، بيكلمهم باللغه الايه؟ الارامي بتاعته. ليكن هذا معلوما عندكم، واصغوا الى كلامي، زي ما اقولك ايه، لو اصحى كل واحد يديني ودانه اسمع الكلام، لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، لانها الساعه الثالثه من النهار. طبعا هو بقى بيلمح خالص خالص، ده بيكلم مين؟ يهود. الساعه الثالثه دي ايه؟ دي ساعه خدمه في الهيكل، ما هو ده اللي جننهم، دي ساعه الطقس الرسمي بتاع عيد الخمسين، بياخد من الساعة 9 لساعة 10، ففي عز الصلاة، فدول ناس عباد بس اتغاظ لأنه ساب الهيكل. فبيقول لهم اللي انتوا شايفينهم التلاميذ دول ناس يهود، ودي ساعة الهيكل وساعة العبادة، ما هم ما السكارة، لأنها الساعة الثالثة من النهار. بل هذا ما قيل بيوئيل النبي. جابوا منين يوئيل ده؟ ناس قالوا أي واحد تسمع عنه يقيل ده؟ ولا عمرك سمع ده؟ راجل صاحبنا زمان، كان راجل طيب الله يسهل. تسمع عن النبوة بتاعته؟ طيب أوكي، جمع إزاي بسرعة؟ ده لغاية المسيح ما كانش مدرك بحاجة، الأربعين يوم يعني؟ لا، اتفتح ذهنه، مواهب الروح. يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم إحنا وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلام. فهو بيقول لهم ساعات الواحد هو نايم بيحلم، يقولك ده بيخرف، فهو بيقول لهم لا، دول مش بيخرفوا، حتى لو بيكلموا هم بيحلموا، ما هذه الروح اللي قال هيبقوا زيهم، كأنهم بيحلموا كأنهم كده، لكن ما هماش كده. وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون،
وأعطي عجائب في السماء اللي احنا كنا لسه شايفينها، الرعد والنار وآيات على الأرض من أسفل، دمار ونار وبخار ودخان. أصل الناس شافوا الحكاية دي قدامهم، فبيقول لهم ده انتوا لسه شايفينها، طب ما هو يقيل اتكلم عليه، ما هو اللي حاصل، يبقى ده حلول الروح. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجي يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيلي اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري، اسمه من بدري الناصر، يسوع الناصري رجل تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. ده بيخبط في من تعرفين هيا حنا، ما شفتوش وهو بيشفي، ما شفتوش وهو بيقوم، ما شفتوش ها؟ بس عجبتني حكاية إيه، يسوع الناصري رجل، ما ده راجل وحط فيه الله ملء اللاهوت، وانتوا رفضتوه وفاكرينه لغاية ما قام هيكمل بطرس كما هذا أخذتموه مسلما بمشيئة الله. هو بقى بيخبط إيه بقى في حنان وقيافة والشلة والعصابة دي، لا 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 اوعى تفتكروا انكم عملتم امرة وجبتوه، لا دي كانت ايه، دي مشيئة الله، دي قال لي ساعة. ابتدوا ينعسوا ويتعبوا حقف على كده، اي واحد بتلقاه نعس مني ما بعرفش اتكلم كفاية، بس الموضوع جميل. طيب نكمل، ما هو ملهوش اخر. يلا بيير جود مورنينج انا خلصت، يلا او بيير بيصحى، اول ما يصحى اعرف ان خلاص. طيب رانيا عندها شويه تنبيهات، لا ما انا مش عارف، تعالي قول انت ومنال.